لا بأس الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. الثاني على حب الإمام الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالث على حب الأئمة الأطهار بأعلى صوتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المحصومين الميامين. ما خاب والله من تمسك بكم وعمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وخلايت منازلهم فها هي بعده قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوفا مولهن وبمهجتي لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي يا دار يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي. يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة عراس بني النبي الهادي. لما سرى عنها ابن بنت محمد يئن بالأهل والأصحاب والأولاد يا والله شبو قالي وش خلوا فايات عند الليالي. والله بيت وصفا
قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. الآية الكريمة توجه الأمر وتطلب من المؤمنين الطاعة لله وللرسول وإلى أولي الأمر. نفهم من الآية الكريمة بأن هؤلاء المؤمنين اللي تقصدهم الآية الكريمة هم المؤمنين بالإيمان الظاهري، وعبارة أخرى الإيمان الرسمي الذي قال عنه تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالآية الكريمة الله تعالى يطلب من هؤلاء المؤمنين بالإيمان الظاهري الإيمان الرسمي أن يطيعون الله ويطيعون الرسول ويطيعون أولي الأمر. بالطبع إحنا ممكن نقول عن شخص مؤمن المصطلح هذا إذا لم يكن مطيعا لله وللرسول وإلى أولي الأمر. إلى هنا عرفنا أكو إيمان ظاهري وأكو إيمان واقعي وحقيقي. الإيمان الظاهري اللي تحدثت عنه آية الأعراب، أما الإيمان الحقيقي اللي الله تعالى يعبر عنه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. نجي نعرف خلنا نتعرف على أولياء الله. يصفهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها. فمعناه الدنيا إلها ظاهر وإلها باطن. ظاهر هذا الناس اللي يعيشوه، وباطنها هو العالم الآخر، عالم البرزخ وعالم يوم القيامة. فصفة أولياء الله أول صفة لهم: ألا إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها إذ اشتغل الناس بعاجلها. شوف الناس أهل الدنيا يتكالبون على الدنيا، غرقانين في هذه الدنيا، بينما أولياء رب العالمين همهم ذلك العالم، همهم الآخرة. فالصفة الثانية: ألا أن أولياء هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا واشتغلوا بآجلها إذ اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم. الأولياء أماتوا حب الدنيا في قلوبهم. النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله يقول: حب الدنيا أمر كل خطيئة. أماتوا حب الدنيا في قلوبهم. هذه الصفة الثالثة، فهم الذين أماتوا حب الدنيا في قلوبهم، ويصفهم الإمام: بهم عرف الكتاب وبهم قام الكتاب وبه قاموا. يقول في الحقيقة هذا كتاب الله القرآن، بفضل هؤلاء الأولياء عرفنا رب العالمين، عرفنا الأنبياء وعرفنا المرسلين. فالصفة المهمة من صفة أولياء الله بأن عرفوا حقيقة هذه الدنيا. إلى في مقام آخر يقول: إنما الدنيا منتهى بصر الأعمى لا يبصر مما ورائها شيء. أعمى البصيرة يشوف هذه الدنيا هي دار سعادته، بينما البصير ينفذها بصره ويعلم بأن الدار وراءها. اللي الله بصر بحقيقة هذه الدنيا لا يشوف الحقيقة، دار السعادة ودار الإقامة هي الدار الآخرة وليس دار الدنيا. وشايفين الناس
يوميا يرحلون من هذه الحياة الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. شوف وصف القرآن الكريم، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني هذه التقوى سابقة على هذا الإيمان، يعني هذا الإيمان معناه إيمان راقي، إيمان في درجة عالية بحيث هو مسبوق بالتقوى، بينما الإيمان الابتدائي الإيمان البسيط غير مسبوق بالتقوى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول الله خلص يصبح مسلم، هذا مسلم وليس مؤمن، بينما الإيمان الحقيقي كما قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون مسبوق بالتقوى، فمعناه هذا إيمان على درجة راقية. ما لهم عند الله؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله قال يا رسول الله البشرى في الآخرة ندري بها، المؤمن يبشر بالجنة، ولكن ما المراد لهم البشرى في الحياة الدنيا؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله البشرى هي الرؤيا يراها المؤمن أو ترى له فيبشر بها. في الحقيقة هذه الرؤيا، الرؤى اللي نراها في المنام هي ألطاف خفية، هي رسائل من قبل الله سبحانه وتعالى تبشيرية أو تحذيرية، خصوص إذا كان المنام صحيح، إنسان على وضوء ومشبعان وينام على طهارة، فإذا خصوص وقت الفجر إذا شاف رؤيا فهي في الحقيقة لطف من الله، هذا المعبر عنه بالألطاف الخفية واللي يعبر عنه القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا. فرساء كما ذكرت هي ألطاف خفية، قد هذه الألطاف تبشيرية، يعني مؤمن ماشي بطريق الله، فرب العالمين حتى يشجعه يخليه يشوف رؤى معناه يقول له امشي بهذا الطريق. قد مؤمن تبدأ الزق قدمه يسوي بعض الذنوب، فالله يشوف منام أن يحذر به، واحتمال مو يشوفه شخص آخر يشوفه ويجي يقول له. طبعا هذا الألطاف الخفية مو بس بالرؤى، حتى في حالة اليقظة مرات المؤمن محتار في أمر معين ما يدري شو يسوي، فجأة إجت فكرة، هذه في الحقيقة الفكرة مو على رسله، هي لطف من الله أن روح امشي بهذا الطريق أو سوي هذا العمل. طبعا الله مو دائما الألطاف الخفية يكون ظاهرة بشرة، لا، أحيانا ظاهرة حزين، أحيانا ظاهرة مؤلم ولكنها مبطنة بالرحمة، أحيانا ظاهر اللطف الخفي ظلم وقهر ولكنه مبطن بالعدالة. أضرب لكم مثال أو قصة حقيقية في الحقيقة مو مثال. موسى عليه السلام في يوم من الأيام أيام الصيف خرج يتعبد على سفح جبل، قاعد يتعبد فشاف فارس من الفرسان إجى شرب ماء من نبع الجبل ونسى كيس ما نقوله ذهب، بالأثناء جاء راعي غنم فشرب ماء وشاف كيس النقود فأخذه وذهب. بعدها بساعة جاء رجل كبير شيخ كبير يحمل حزمة حطب على ظهره ويبين الحياة متعبته، فشرب ماء وطرح حزمة الحطب على صفحة ونبطح يرتاح. بالأثناء وإذا بعودة الفارس، قال أين كيس النقود؟ قال في الحقيقة لم أرى كيس نقود، وهو صادق ما شفت كيس نقود. قال لا عندك، أنا نسيته وأنت جيت بعدي وأنت خدت. هذا يحلف لي يقول له صدقني أنا ما شفت كيس نقود، هذا يقول له عندك. بالنتيجة أخذ يضرب بهذا الشيخ الكبير، بالرجل الكبير، هذا الفارس يضرب به إلى أن ضربه ضربة في قلبه فمات. موسى طبعا شاف المنظر، شاف اللي أخذ النقود الراعي الغنم، وهذا الرجل بريء، هذا الشيخ مجرد إجى شرب ماء وقعد، والنتيجة جاء الفارس وقتل، اتهم ظلما. الظاهر هذا الظاهر ظلم صار. فسأل ربه قال له يا إلهي أين العدالة، أين العدالة؟ اللي أخذ فلوس الفارس راعي الغنم
وهذا الرجل الشيخ الكبير رجل تعبان ما أخذ شيء ويجي هذا الفارس واقتله. فأوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى، قال له أنت نظرت إلى الظاهر ولكن الحقيقة ما يلي، لأن هذا والد الفارس، هذا والد الفارس كان قد قتله الشيخ الكبير، هذا الشيخ الكبير قتل أبو الفارس، فرب العالمين أراد القصاص يحدث فسلط الفارس على هذا الشيخ وقتله وحدث القصاص. وفي نفس الوقت والد الفارس قد غصب مالا تماما هو بقدر ما في الكيس من والد الراعي، فرب العالمين أرجع إلى الراعي أمواله التي اغتصبها والد الفارس، فحدثت العدالة وحدث القصاص. هذه في الحقيقة ألطاف خفية، كما ذكرت هي ظاهرها ظلم، ظاهرة خلاف العدالة، ولكن هي عين العدالة. فهكذا اللطف الخفي قد يجي ظاهرة حزين، قد يجي ظاهرة مزعج، ولكنه مبطن بالرحمة اللي عبر عنه القرآن الكريم: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سئل: يا أمير المؤمنين، ما الإيمان؟ والسؤال عن الإيمان الحقيقي مو الإيمان الظاهري. فقال: للإيمان ثلاثة علامات: أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك في عملك أو في حديثك قول أكثر مما تعمل، وأن تتقي الله في حديث غيرك. نجي للعلامة الأولى اللي هي من العلامات المهمة: أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. يعني إذا تعارض عندك أمران، إذا قلت الصدق راح تخسر من أموالك احتمال، تخسر جاهك، تخسر صديق، أو تخسر أي أمر آخر مهم، ولكن رغم ذلك أن تقول الصدق لأن الله تعالى أمر بالصدق رغم الخسارة اللي تدري بيها، معناه أنت تتصف بعلامة في غاية الأهمية وهي علامة الإيمان. بينما إذا إنسان كذب، طبعا بالكذب ممكن يربح ماديا، ممكن يربح احترام الناس، ممكن يربح أي أمر مهم في الحياة فيقول الكذب، فإذا قال الكذب فمعناه هو فقد علامة في غاية الأهمية من علامات الإيمان وهي الكذب، يعني فقد الصدق وأخذ يقول الكذب. طبعا الشيء المؤسف في الحقيقة، الشيء المؤسف، أكو بعض الناس اللي حتى حاسبين أنفسهم من المؤمنين القدامى، دول نعرف بعضهم، من أجل مصلحته يكذب، يكذب وينسى ربه وينسى دينه، هذا في الحقيقة يغش نفسه، اللي الله تعالى يقول عنه: يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتصور هو ماشي طريق الله ولكنه يقدم مصلحته على دينه. الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى قوله يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كلمة صديق هي من صفات الأنبياء، الله تعالى يصف أنبياء بالصديقين، هذا اللي يقول الصدق دائما يصبح من الصديقين ويكتب عند الله من الصديقين ويتصف بصفة هي من صفة الأنبياء. بينما اللي يكذب من أجل مصلحته يقول يكذب مرة مرتين حتى يكتب عند الله كذابا. جاء رجل إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكان يفعل المعاصي والذنوب، قال له: يا أمير المؤمنين، أنا أريد أتوب ولكن أنا ما أستطيع أتوب مرة واحدة، يوما أترك شرب الخمر، ويوم أترك كذا عمل، ويوم أترك كذا، هل أستطيع؟ قال له الإمام: لا، ما بإمكانك، لأن إذا جاءك الموت قبل هسة بعد الساعة كيف تواجه ربك وأنت تفعل المعاصي؟ ولكن أدليك على أهمهم: قل الصدق على أن تأتيني كل أسبوع وافعل ما تشاء. فهذا طبعا الرجل قال له: كل السهلة أقول بس الصدق وأفعل ما أشاء. بعد ذلك راح كل ما يريد أن يسوي فد عمل، وقال الإمام: قال لي تعال بعد أسبوع وراح يسألني، فأنا ما أستطيع
أن أكذب. ورا 7 أيام جاء قال لي: يا أمير المؤمنين، لقد نصحتني وكانت نصيحتك نعم النصيحة أن أقول الصدق. فكما قال صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هاي أول علامة مهمة من علامات الإيمان. العلامة الثانية يقول عليه السلام: وأن لا تتحدث بأكثر مما تعمل. أكو بعض الناس صحيح يعمل ولكنه يتحدث أمام الناس: أنا عملت كذا، أنا سويت كذا، أنا انطيت، أنا ساعدت. هكذا في الحقيقة أعمال تذهب ليس له شيء عند الله. ليش؟ السؤال ليش؟ أدخل الشيئين. أولاً أدخل الكذب، تحدث بأكثر مما عمل فهو كذب. الأمر الثاني دخل الرياء، والنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله يصف الرياء كالدودة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يعني الرياء ما له أثر. الرياء هو تحدث وقال: أنا عملت وأنا انطيت وأنا ساعدت، حتى الناس يمدحوه، حتى الناس يقولون عنه مؤمن، حتى يقولون عنه كريم، حتى يقولون عنه محترم. ففي الحقيقة ليس شيء له عند الله، لأنه ما ابتغى بعمله وجه الله. فالصفة الثانية من صفات الإيمان، بل المعروف عن المؤمنين، يعملون وما يقولون أنا عملت، يساعدون وما يقولون إحنا ساعدنا، يعطون وما يقولون إحنا أعطينا. أعمالهم خالصة لوجه الله، بينما اللي عمل مو لوجه الله لا يتحدث: أنا انطيت وأنا انطيت وأنا ساعدت وأنا إلى آخر كلامه. فالصفة الثانية من صفات المؤمن أن لا يتحدث بأكثر مما يعمل، بل من صفات المؤمن أن لا يقول: أنا عملت وأنا سويت. أعمال بينه وبين ربه. الأمر الثالث من علامات الإيمان، وأن تتقي الله في حديث غيرك. صفة من صفات المؤمن، إذا اختلف مع أخيه المؤمن ما راح يشطب عليه ويطلع فاسق فاجر، وإنما يقول لك: لا، أنا صحيح فلان اختلفت معه، ولكن فلان عنده كذا إيجابية، فلان هو عنده كذا صفة طيبة، ولكن عنده كذا صفة. طبعا هذا من حقه يتكلم هذا الكلام إلا من أجل إصلاح الأمر، أو يتكلم مع صديق يقدر يأثر عليه حتى يصلح الأمر. أما إذا يريد يقلل من شأنه وينتهك حرمته فهذا من أشد المحرمات. فصفة المؤمن عدة تقوى الله، لما يذكر الطرف اللي اختلف معه. يذكر عن نبي الله عيسى عليه السلام، في يوم من الأيام مر ويا بعض الحواريين يمشون بالشارع تكرمون، فشافوا كلب ميت ومرمن على جانب الشارع، وتخرج رائحة الكريهة، فالحواريين سدوا أنوفهم من الرائحة الكريهة، ولكن عيسى عليه السلام قال: انظروا إلى بياض أسنانه. ثم أخذ يحدثهم عن وفاء الكلب، عن صفات الكلب. في الحقيقة أراد عيسى أن ينطيهم درس وينطينا درس، بأنه لا تنظر إلى الجانب السلبي فقط، وإنما كل إنسان عنده صفات إيجابية وعنده صفات سلبية، فخلي يكون الإنسان منصف ويتقي الله في هذا الجانب. هذا المعنى اللي يؤكد عنه أمير المؤمنين عليه السلام هذه صفات الإيمان. أرجع إلى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ليش جاءت كلمة الطاعة مرتين؟ صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. لماذا وردت كلمة الطاعة مرتين؟ هكذا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا بعض المفسرين قال هو من باب التأكيد، وهذا طبعا مو صحيح، لأنه لو كان كلمة الطاعة قد جاءت مرة واحدة لكانت أكثر تأكيدا، ولا أصبحت طاعة الرسول هي عين طاعة الله، وإنما جاءت الطاعة مرة ثانية لتبين طاعة الله معلومة فيما أمر وفيما نهى، وطاعة الرسول لها جنبتان أو ناحيتان. مرة نطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله بما هو يوحى إليه، بما هو مبلغ، بما هو هادي، بما هو مفسر للقرآن الكريم، ومرة نطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله بما هو حاكم على هذه الأمة.
بما هو قاضي محكمة ويصدر الحكم النبي الأكرم. ولهذا الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الله تعالى نفى الإيمان عن هؤلاء، يقول اللي يكون متكون عندهم هذه الحالة حالة كالميت بيد غاسلة، هكذا أن يسلموا أمرهم لطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله ويذعنوا كما يذعن المتوفى بيد الغاسلة. أما إذا ما توفرت بهم هذه الصفة فهم في الحقيقة لا إيمان لهم. فوردت كلمة الطاعة لهذا السبب، مرة انطيع النبي صلى الله عليه وعلى آله بما هو يوحى إليه، بما هو مبلغ، بما هو مفسر، بما هو شارح لكتاب الله، ومر بما هو حاكم، بما هو ولي على هذه الأمة. طبعاً الفرق إحنا هذا اللي نقوله هو في الحقيقة المعبر عنه بالسنة. القسم الأول المعبر عنه بالسنة، يعني كل قول يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وكل فعل يفعله وكل أمر يقدره هو سنة. طبعاً والسنة إحنا نعتقد في شيعة أو أتباع الأئمة الأطهار في الحقيقة السنة ما تقتصر على قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله، وإنما كل أمر يفعله الأئمة الأطهار فهو سنة. يعني الإمام أمير المؤمنين مو مجتهد حتى يصيب أو يخطأ، وكذلك الإمام الصادق، وكذلك بقية الأئمة فهم أئمة معصومون، فقولهم وحديثهم يمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وحديثه. من هنا الفرق بيننا وبين إخواننا أهل السنة، انتهت عدهم ثروة التشريع بوفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله، بينما نحن امتدت عدنا ما يقرب 200 سنة وهي فترة حياة الأئمة الأطهار. ثم طرقت الآية إلى موضوع مهم، قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ في الحقيقة آراء كثيرة ومعركة ملتهبة حول أولو الأمر. قسم قال المراد بأولي الأمر هم الخلفاء والزعماء، كل واحد إجى بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله، كل خليفة وكل زعيم ويشمل بني أمية وبني مروان وبني العباس، كل هؤلاء هم أولو الأمر واللي يجب على الأمة أن تطيعهم. قسم قال لا، المراد العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فهنا المراد بأولي الأمر هم العلماء. قسم قال لا، إجماع الأمة، ونقلوا حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله لا تجتمع أمتي على خطأ، يعني إذا أجمعت الأمة على أمر يجب على الأمة أن تطيعهم. رأي رابع لصاحب تفسير المنار المفسر المصري المعروف، قال هو لأصحاب المراد بي لأهل الحل والعقد. من هو أهل الحل والعقد؟ قال الطبقة المثقفة في المجتمع، الأطباء، المهندسون، المعلمون، مدراء الصحف والمجلات، ضباط الجيش إلى آخره، هؤلاء هم أولو الأمر، إذا صدروا أمر يجب على الأمة أن تذعن وتطيعهم. طبعا إحنا قبل ما نناقش هذه الآراء نشوف سياق الآية على أي شيء. الله تعالى هكذا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعرف من السياق بأن هؤلاء أولي الأمر إلهم من ناحية القدسية نفس قدسية النبي صلى الله عليه وعلى آله، لأن الله عطف هؤلاء على النبي الأكرم. إضافة إلى هذا بأن الآية إجت بصورة مطلقة كما أمرت بطاعة الله وطاعة الرسول بصورة مطلقة بدون قيد وشرط، كذلك قال وأطيعوا أولي الأمر، يعني شي يقولوا لكم أولي الأمر طيعوهم. فمعنى هذا نفهم بأن هؤلاء محصومون، هؤلاء مطهرون، ولو كان هؤلاء أولو الأمر مو محصومين لكان القرآن هكذا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن أطاعوا الله، ما قال إن أطاعوا الله. فمعناه شي يقولون إحنا نطيعهم، ولو ردنا نفرض المستحيل ونقلنا ونقول هؤلاء يحصون، هؤلاء أولي الأمر يذنبون، ماذا يعني؟ يعني ذلك الله تعالى اللي نهانا عن فعل الذنوب والمعاصي يأمرنا بأن نطيع المذنبين وأهل العصاة اللي يفعلون الذنوب والمعاصي، وهذا طبعا مستحيل. ف
فشفنا نعرف طبعا من خلال القرآن الكريم قضية أهميتها مثل أهمية طاعة الأمة والخلافة الإلهية الربانية وهي طاعة الوالدين. الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطحهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني حتى الولد لا يفهم بأن طاعة الوالدين هي بصورة مطلقة، حتى لو أمروه بذنب معين يكون يطيحهم، إجا القرآن قيد قال لا، بين أبوك إذا وأمك إذا أمروك بطاعة تطيحهم، وإذا أمروك بمعصية لا تطيحهم، ولكن خل علاقتك طيبة وياهم باعتبارهم الأبوين. القصد بأن القرآن الكريم قيد وأراد أن يفهم الأولاد بأن طاعة الأبوين بصورة مطلقة رغم أهميتها مو مثل أهمية قيادة الأمة اللي يترتب عليها إراقة الدماء وانتهاك الحرمات ويترتب عليها الحروب ويترتب عليها إقامة العدل في الأرض ويترتب عليها أمور كبيرة. ما قيد القرآن، فمعنى بأن هؤلاء هم محصومون، معناهم مطهرون. بعد أن عرفنا هذا نجي نسأل من هم هؤلاء المحصومون المطهرون. في الحقيقة جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، قال له يا رسول الله بأن الله أمر بطاعته، عرفنا طاعة الله وعرفنا طاعتك، من هم هؤلاء أولو الأمر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله يا جابر هؤلاء خلفائي في الأرض وأئمة المسلمين، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، ستدركه يا جابر فإذا لقيته فأبلغ عن السلام، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سمي وكنيتي حجة الله في الأرض المهدي ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه. ففي الحقيقة من ضمن العلام، وهذا من كرامات النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، لنتحدث عن أئمة ما كان موجود منهم بس الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين، أما بقية الأئمة فجاءوا كما يقول السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الطاهرة، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله، كما ذكرت هذا من كراماته. أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن نفس الآية، يقول له هذه الآية في من نزلت؟ من هم أولو الأمر؟ فقال نزلت في علي بن أبي طالب وأهل بيته. فأبو بصير يقول له إذا كان كذا الناس يقولون، لماذا الله تعالى ما يسمع علي بالقرآن حتى يفوت المسألة ولا تصير عراك حول هذه الآية؟ فالإمام الصادق يقول له قل لهم، هذول اللي هكذا يستشكلون، قل لهم بأن الله تعالى عندما أمر بالصلاة لم يبين كيف نصلي. قال الظهر ما قال صلي الظهر 4 ركعات ولا العصر 4 ركعات ولا المغرب 3 ولا الصبح 2، وإنما بين ذلك لهم رسول الله. وعندما أمر الله بالحج ما ذكر النبي القرآن كيف يمارس الحج، وإنما قال فسر لهم رسول الله الحج وقال حجوا كما رأيتموني أحج. وهكذا بقية العبادات يقول له وعندما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال صلى الله عليه وعلى آله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، يعني أهل بيتي لا تعلموهم فإنهم أهل أعلم منكم، وقال إنني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهم لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. ويذكر للإمام الصادق جملة من الأحاديث اللي هي تشمل أهل بيته، فيقول له فصار عندنا واضح بأن المراد من أولو الأمر هم أناس محصومون مطهرون. طبعا إذا عرفنا هذا كل الآراء تنهار وكل الآراء تسقط، لأن ماكو خليفة، ما حد ادعى في التاريخ بأن خليفة، طبعا باستثناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أما بقية الخلفاء والزعماء فإذا ما أكثرهم مجرمون فسق ظالمون باستثناء واحد أو اثنين. وكذلك مع احترامنا وتقديرنا للعلماء ما حد ادعى بأن العلماء هم محصومون مطهرون، أما الإجماع فهو يتكون من الناس العاديين، وكذلك أهل الحل والعقل، المهندسون والمعلمون إلى آخره، هم ناس عاديين. إذن فالآية الكريمة لا تنطبق إلا على الأئمة الهداة، الأئمة الاثنى عشر من ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله.
بما أنه هذه طبعاً قبل هذا نشوف ماذا يريدون منا أهل البيت، لأن الله تعالى أمرنا بأن نطيعهم. في الحقيقة أهل البيت يريدون شيعتهم مثلهم من ناحية التقى والطهارة والخلق الكريم والصفات النبيلة. يعني القصد لا يغر المؤمن من نفسه ويقول أنا شيعي وأبكي على الإمام الحسين والإمام الحسين راح يشفع لي. جابر الجحفي ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام وصية من الإمام الباقر إلى شيعته، يقول له يا جابر بلغ شيعتنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يا جابر شيعتنا أهل صلاة الليل، يا جابر شيعتنا الأتقياء اللي يساعدون المؤمنين والمؤمنات كذا كذا. يصف هذه صفات شيعة أهل البيت اللي حقا محسوبين على شيعة أهل البيت. هذه الليلة نعيش ذكرى ولي من الأولياء اللي الله تعالى أمر بطاعته وهو الإمام الحسن العسكري. أذكر كرامة أو كرامتين للإمام الحسن العسكري ثم إن شاء الله نختم الموضوع. الإمام الحسن العسكري حدثنا، وطبعا طبيعية في الحقيقة، يعني إحنا مفروض الشيعة عندما نحدثهم بكرامات أهل البيت، وإن طلع بالفترة الأخيرة حنصوت يقول لك أنتوا بأهل البيت ليش تذكرون كرامات الهم، بينما تقرأ في الطرف الآخر فلان تدور حول الكعبة وفلان كذا سوى. وشغلة الكرامات حتى المؤمن العادي ممكن أن الله تعالى يكرمه، لأن بصراحة القرآن الله تعالى يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يستطيع المتقي أن يفرق بين الحق والباطل والصحيح من الخطأ، ويعرف المؤمن من غير المؤمن. يعني تنكشف إلى الأمور بنوع من الانكشاف. فكيف بسادة الأتقياء وهم الأئمة الأطهار؟ يذكر بأن الإمام الحسن عليه السلام في يوم من الأيام خرج واحد من العلويين من سامراء ويطالع إلى منطقة تسمى منطقة الجبل يبحث عن عمل. بالأثناء التقى بشخص جاي من هذه المنطقة، منطقة الجبل. قال له من أين القدوم؟ قال له أنا جاي من سامراء. قال له هل عندك شيء من أخبار الإمام الحسن العسكري؟ قال له لا في الحقيقة ما عندي أخبار، أنا مشغول في معيشتي وفي وضعي. قال له بس عند البيت الإمام؟ قال له نعم أنا عند البيت الإمام. قال له شنو رأيك أنا لو أعطيه 50 دينار وأن توصلني إلى بيت الإمام الحسن العسكري؟ قال له أنا ما عندي مانع. فإجى ورجع ويا هذا العلوي، رجع ويا هذا الرجل من منطقة الجبل إلى أن وصلوا إلى دار الإمام. فالإمام قبل أن يتحدثوا بشيء قال أنت فلان ابن فلان، يقول الجبلي أنت فلان ابن فلان، قد جئت لتنفيذ وصية أبيك ومعك 4000 دينار. وفعلا طلع الرجل قال صدقت يا مولاي، طلع 4000 دينار منطهن إلى الإمام. ثم التفت الإمام إلى العلوي قال أنت خرجت تطلب الفضل، يعني طلعت تبحث عن عمل، وأعطاك هذا الرجل 50 دينارا وأنا أعطيه 50 دينارا. قال له صدقت ابن رسول الله، وطاف على الإمام 50 دينار. القصد في الحقيقة كرامات أهل البيت كثيرة وكثيرة، ولا يفترض بالمؤمن أن يكون يشكك في هذا الجانب. الإمام الحسن العسكري عليه السلام في مثل هذا الشهر، في الأول من هذا الشهر الأول من ربيع الأول، تمرض الإمام باحتبار الخليفة العباسي المحتمل، دس إليه سما، وبقي الإمام العسكري عليه السلام يعاني لمدة 7 أيام، حتى في مثل صبيحة هذه الليلة، يعني ليلة 8 من ربيع الأول سنة 260 هجرية، صعدت روح الطاهرة إلى بارئها. وطبعا حدث النحيب والبكاء في مدينة سامراء، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كان حاضر، أقام العزاء على أبيه، وبعد أن أدى المراسم من الغسل والتكفين صلى على أبيه، وكما ذكرت بكى أبيه وأقام العزاء على أبيه. طبعا المحتمد أرسل وزراء وقضاته وقادة جيشه حتى يغطي على جريمته التي ارتكبها بحق الإمام. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه كما ذكرت حضر والده وبكى على والده، ولكن نشوف الإمام المهدي في جانب آخر يبكي كما في زيارة الناحية ويحتذر من جد الإمام الحسين.
يقول له يا جداه لئن حال بيني وبين نصرتك يا الدهر الخون لأبكيك لأندبنك صباحا ومساء ولأبكينك بدل الدموع دما إلى أن يقول يا جداه لما أقبل جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا النساء من الخدور على الوجوه وبالعويل مناديات انقل ذهنك الى كربلاء يوم العاشر وتصور امامك الحسين بعد ان بقى وحيد بعد مصرع كل اهل بيته واصحابه ايضا خر صريعا يقول الامام الصادق عليه السلام جاء جواد الامام وكان من الخيول الاصيله قرب الزمام الى يد الامام ظنا منه بان الامام يستطيع ان يقوم بعد ذلك خضب ناصيه بدم الامام ثم رجع الى المخيم ليعلم النساء الامام الصادق عليه السلام يقول كان يصل يقول الظليم الظليم من ام قتلت ابن بنت نبيها وصور هذا المنظر اللي صور الامام المهدي خرجنا من الخدور يعني طلعا من الخيام على الوجوه لاطمة تصور زينب وهي تركض وتنطب وجهها معها سكينة والرباب وربلة وبقية النساء لأن الحسين هو الأمل الوحيد لهن والآن خر صريعا إلى أن وصلنا إلى أبي عبد الله عاد قعدا عنده تلتفت زينب إلى سكينة تقلها يا سكنة عم يا سكنة يا عم يا سكنة خلك يعد وما بيني وبينش نسند بلجان بلجان يفك عنا وننشد ونخبر تقول له يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا اخويا
من شايفني على ظهور الجمال يناشدني يا هالحرة يا هالحرة مالك رجال. هذا السؤال صعب على زينب. زينب يسألوها ما عندك رجال يا هالحرة وإذا بالحادي يأمر بالرحيل. عادنا زينب صاحت يا حادي يا حاد ضعن لا تحذب ضعن والله لا يا تحذب ضعن يزعلون مني يسمعوك هن. يزعل من يسمعك لأن حامض عينه هو أبو فاضل مو أنت الغريب. والله يزعلون لا سمعك هلا والله تراهم كلهم أهل غيرة ومحن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. رب وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا رحمن الدنيا والآخرة. الأخوة الأفاضل، الأخوات الفاضلات المؤسسون لهذا المجلس، اللهم تقبل أعمالهم، شافي مرضاهم، ارحم موتاهم، اقضي حوائجهم. والفاتحة إلى أرواح أمواتكم، من مات على الإيمان تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.